السلام عليكم ومرحبا بجماهير النادي الافريقي. بصراحة ما كنتش نعمل الفيديو، وكنت في البرنامج باش يكون هذا آخر فيديو نعمله وننتهيه من الأمور متاع الإعلام في اليوتيوب وننتقله في الإعلام في حاجة أخرى. حكينا حكينا حكينا، تقولش عليه واحد يصب في الماء في غربال منقوب. كلكم سمعتوا بالاشكاليه نتاع الملاعبي كيزومبي، الملاعبي هذايا اللي كان في فريق تي بي مازامبي، انتدبوا فريق النادي الافريقي بمبلغ 750 الف دولار على 3 سنين، في العام 250 الف دولار. هذا كله امر طبيعي وانتداب في مكانه، هذيك الفلوس اللي يستحقها، مش ما ثماش في السوق ما ارخص، وحاجه طبيعيه يلزمنا نتأقلموا معاها الأمور هذيك وصحيحة وما ثم حتى إشكالية. ولكن ما راعنا فريق تي بي مازامبي يهبط تدوينة، مش تدوينة لما حالة البلاغ وإعلام واللي نحبه احنا، يهبط في الباج أوفسيال متاع الفريق متاعهم، يعني مهمش يفادلكوا باش نبداو متفاهمين. وراهو اللي نحكي فيه هنا ان شاء الله يكون تنبيه لنا نحنا، ما يكونش حقيقة، خاطر كان مش يكون حقيقة يا خايبة المسعى. يهبطوا جماعة مازامبي يقولوا لك احنا الملاعبي مازال على ذمتنا، وفريق النادي الافريقي انتدب اللاعب، اذا كان يحب ينتدب الملاعب بهذا يدفع لنا 6 مليارات توانسة. الشرط الجزائي باش نسيبوه 6 مليارات توانسة. فريق مازامبي هذايا ظهر لي نعرفوه كلنا في الافريق، ديما يشارك في المسابقات الافريقيه، حتى مره مرينا غلطه، باش نحكيو حاجه باش نبداو متفاهمين. حتى مره مرينا غلطه في فريق مازامبي في المشاركات الافريقيه، يعني ما تعاقبش حتى مره. لذلك اذا كان مش نركزوا، علاش ننتدبوا ملاعبي مازال الكونترا نتاعو ما فيش؟ يجيك المحامي نتاعو، وسمعنا المحامي قال لك لا، الامور قانونيه ما فيها حتى غلطه، ومازامبي يهز ويسط واحد. الله يبارك، ان شاء الله تكون كاك من فمك الرب. انا كنادي الافريقي في فتره سليم الرياحي، الناس ما تشافش ولا شنو حكايت، جايب لي توزغار وجايب لي كلملاعب اللي من الوداد البيضاوي هذاك اللي ضربنا في 3 مليارات، جايب لي زكريا العبيدي، صفقات مشبوهه نضربوا فيهم ونندوا على رواحنا. المره هذه من جمله الافريقيا الكل ومن جمله العالم الكل ماشيين المازامبي والرجال البيضاوي، زوز فرق متمرسين في افريقيا، مسؤولين النادي الافريقي ماشيين يشروا في ملاعبي من الفرق هذوما. عمل ان كونترا كيزومبي مع فريق الرجال البيضاوي، الرجال البيضاوي حسوا بالخطر وحسوا ان الملاعبي مش يطلب منهم فريق مازامبي بعض الاموال، ينجم يكونوا حتى فريق الرجال ما همش متمارسين المره هذه في الامور القانونيه، فسخوا العقد مع العقد المبدئي اللي عملوه مع السيد هذا الملاعبي هذا، مشى على روحه لوكليب افريكا عمل بلانجون، هات ملاعبي عامل كونترا مع مازامبي، هات ملاعبي عامل كونترا مع الرجاء وبرو عاد. خليني ساكت، انا خليني ساكت خير، خليني نحكي على اساس اني نوصف لكم في الوضع اللي صار في الملاعبي هذا، ومانيش قاعد نقول لكم راهو حكم مطلق. بطبيعه الحال فريق مازامبي هبط البلاغ من هوني، واعلام العار فيسع مشاو ويجريو هبطوا الخبر في الاعلام التونسي، وتعرفوه من الناس الكل لك الاذاعات المشبوهه اللي ما يحبوش النادي الافريقي. ماهيش مشكلتي يحبوا النادي الافريقي ولا يكرهوا، امورهم وربي معاه، ولكن هاكا فيس على الاتصالات الو توا 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 مش تبدا الخدمه، باش نهبطوا لكم البلاغ نتاع مازامبي. واحد من المسؤولين نتاع مازامبي اللي هو ينجم يكون من المحامين اللي دايرين بالملاعبيه، اسمع هاي مازامبي توا مش تهبط البلاغ، اسالك ليه بصحه صحيح، حصلوا صحيح، عملوا الكونترا للملاعبي هذا اوكي، يا مش نهبطولكم
اجريوا اجريوا احلام الفساد واللي تحبوا انتم منظومه الفساد اجريوا باش الظهر لي باش نبيكوهم مره اخرى. وفعلا تتتالى الاخبار يمين ويسار البارح تضرب التليفونات هاي كالكلوب ظهر لي عملت غلطه انا فانز انزلوا انا فا حطوا الفيتاسات راهي النفس الاخير في حطان الفيتاسات. وفعلا الاعلام بدا يحكي اللي تي بي مازيبي تحب النادي الافريقي 6 مليارات من الملاعبي هذا على خاطر الملاعبي هذا وقت اللي وقع فسخ العقد نتاعو يلزم فريق تي بي مازيبي يوافق ما خاطر الملاعبي هذا عمل بصمه مع مازيبي ما يخرج الا بالموافقه نتاع هالفريق هذا. ثم شكون قالوا اللي الملاعبي البصمه اللي حكيوا عليها مدلسه من فريق تي بي مازيبي ولهنا ينجم مازيبي يتعاقب. اذا كان باش نمشيو المراحل الاخرى حسب المحامي اللي قاعد يحكي ماني قلت لكم شكون هذا المحامي شكون هذا وكيل الاعمال رضا الدريدي قال لي الاخر راهو رضا الدريدي كليبيستي يا ولدي مثبت كليبيستي في الدم رضا الدريدي مش هو اللي جاب لنا ملاعبيه كالعام فتره سليم الريحي اي هو اما راهو كليبيستي بارا كليبيستي يا اخي انا وين نفهم اخي نبي رجل سبور راه يفهم بارا دز فيا كيك ومشينا كيك. تفضل اشكال من فريق الرجاء البيضاوي الملاعب يدفع 50,000 دولار للرجاء يعني ما عندوش مشكله مع الرجاء يخرج توتاكو مازيمبي واللي يحب يتحكم على اساس الملاعب باسم له ما يخرج منه من الفريق هذاك الا ما فريق مازيمبي وافق. وكما قلت لكم تنجم تكون تصحاحه مدلسه ومازيمبي تعدت عليهم طلبوهم اعلام العار وطلبوهم منظومه الفساد قالوا لهم دبروا لنا اشكاليه مع النادي الافريقي خلوا حلوهم دزوا ركبه في مازيمبي ومازيمبي نسى اللي هو التدليس ينجم يحصل فيه ينجم يحصل في هذه من عندي انا راهي هذه كادو من عندي انا مش من عند اللي قاعدين يخدموا في مخاخهم يحبوا ياخذوا 6 مليارات من الكلوب. تنجم تكون صارت مؤامره كبيره كالعاده ما قلت لكم الكلوب من داخل مخترقه يبداو يتمسحوا ويبداو يتلبدوا اما هم خبثاء. هذاك علاش انا ما نحملهمش هذاك علاش انا ما نحملش كل واحد يتمسح على ودني وجاني كل يمرد اللي يمرد هذاك يلزم تعرف شنو هي طابت عليه بحاجه ضامه على ظهره باش يبرك. اما في الكليب ما لا غال ما يشقوش برا سيدك الملاعب كي زومبي. التصحاحه ان شاء الله تطلع مدلسه اذا كان مش مدلسه 6 مليارات تدفعهم اش علينا هذا اعلام العار هذا ماهوش اعلام العار تي ربي معاهم اخي انا مشكلتي اعلام العار ولا مش اعلام العار شنو معناها انت المفاوضات من تونس كامله من العالم كامل تمشي للملاعبي ماشي للرجاء عامل كونترا ماشي المازيمبي عامل متسلفين المازيمبي بثلاث سنين متسلفين وثم واحد يتسلف ملاعبي ثلاث سنين ورا بعضهم تي وين صارت تي انت تخدم في بلاصه تضرب ثلاث سنين تترسم اوتوماتيكمون قال لك على خاطر الكورونا زادوا 6 شهور وفي كونترا نتاعو 2024 هذه اللغه نتاع محامين محامين الكره هاللغه هذه انا ما نحبش نفهمها نفهم انا تمشي تجيب لي ملاعبي ما يخرج ليش فريق منافس ومعروف في افريقيا يخرج ورقه على اساس راهو الكونترا غالط اللي تعمل الكليب افريكا مش تشريوه تعطونا 6 مليارات ومن الاخر وعلى الاخر وراهو صح معانا ماهوش هكاك هذه حاجه. بعد يخرج الفريق الاصلي نتاع الملاعبي هذا كي زومبي اللي هو مشى شرى العقد نتاعو الاصلي من الفريق هذايا ويبارك للنادي الافريقي والملاعب يقول مبروك هذا اللاعب نتاعنا احنا اللي كنا مسلفينه مازيمبي اوكا برا تفضلوا راي شريته النادي الافريقي ومبروك للاعب هذا وان شاء الله بالتوفيق. فريق يتمنى له التوفيق وفريق يهدد مازيمبي يهدد والفريق الاخر في الكونغو صاحب اللاعب الاصلي يتمنى له في التوفيق. والمحامين نتاع النادي الافريقي عبسي واللي مش عارف شكون لا والله احنا امورنا عليه عبسي قال لك امور اللاعب قانونيه مليار الف بورسون اي صحيت صحيت ان شاء الله صحيح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكون السبب شكون السبب اللي
يخلي الكلوب افريكان الناس تحكي عليه. انا كي مش نضرب ضربه ونجيب ملاعب باهي، علاش وقت اللي نجيب انا ملاعب باهي يخرج الكلام كي من هكا؟ مش تقولوا لي اعلام العار يا ولادي، برا وادخلوا الصفحه الرسميه نتاع مازامبيك تلقوهم هابطينهم مهابطينها ومتاكدين ويحبوا يعاربوا. قال لك نحب نعدي الامور للفيفا وللجامعه التونسيه وللجامعه الكونغوليه، وراهو الملاعب ما يلزمش يتعدى. حاليا نحن قالوا مسؤولين النادي الافريقي وهذوما المحامين، قال لك لا راه ما عندناش مشكل، راهي الامور قانونيه وما يصير شيء للنادي الافريقي. ان شاء الله ان شاء الله. خليني ساكت. كنت باش نحكي على الرزنامه نتاع البطوله التونسيه، نلقى روحي نحكي على انتداب فيه وعليه، لا حول ولا قوه الا بالله. وبعد يجيني يقول لي كيفاش تقول على روحك راك انت باهي وانت باهي، اش تحبني نقول؟ اش تحبني نقول؟ ها حتى واخر فيديو ظهر. وفي نفس الوقت شون بيرز، ها المره هذه باش نحكي على شون بيرز، باش ننتقد شويه شون بيرز. ما قلنا الاب الروحي ما عادش باش نقولها يا خويا سامحونا. انا كي نقول اب روحي راهو من كثر فرحتي راهو بالكلوب، راهو مش راهو نقول فيها على خاطر هو اب روحي حقيقي ولا حاجه، لا لا نحكي امور كرويه. اب روحي انا من علمني حرفا صرت له عبدا في الدين هذيا، علمني انت الدين نتاعي توا انا نولي لك الحمد لله نعبد ربي ونبدا فرحان، ها هو صحيح. اما مش نحكي على كل حال. شون بيرز يهبط في تدوينات برشا، رئيس جمعيه قاعد يدفع في فلوس للنادي الافريقي بالكلين سي بون، ما عندناش مشكل. البارح يهبط تدوينه، راني انا باش نعمل بودكاست ولا بودفاست ولا مش عارف شنو هي اللغه اللي يحكي بها، باش نهبط باش نعمل مباشر بث مباشر مع يوتيوبر ولا واحد في الفيسبوك اللي هو ما يهمنيش، ما نحبش نعرف حد. راني باش نعمل معاه حوار مباشر. ايه الله 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 الله، رئيس النادي الافريقي ولا باش يعمل حوار مع واحد، مع هكاك حوار معناه مش معناها في تلفزة واضحة ولا حوار. الحوار باش يحكي فيه على كل شيء، باش يحكي هيا برا خويا، برا خويا تفضل، برا تفضل، أول مرة وما نعرفوكش. قبل الرياحي كل يوم هو ماد وجهه في التلفزة وما يعرفش يحكي، ودخل بعضه فين يسألوه يتربث، فين يسألوه يدخل بعضه، لين ولا في كونفرونت راسياو مباشرة هو والجمهور، ولا جمهور ينتقد فيه وجمهور يدخل فيه بعضه، واحنا ماشيين واخبار النادي الافريقي ولات عند رئيس جمعية، وكل يوم هو مؤامرة وطردنا مؤامرة. مشات الحكاية، مش نعمل لكم مقارنة، بينما مش نقول هالكلمة، الرئيس نتاع الفريق المنافس لينا اللي هو حمدي المدب ما يخرجش يعمل حوار تلفزي. عنده 17 سنة عمل حوار تلفزي بالسيف، عمل ربع ساعة وقص، ويضخ في الفلوس الفريقه، يشري في الملعبية ويضخ ويتحكم في البطولة التونسية. هذه البطولة التونسية قرابة من جملة 17 سنة، هذه البطولة التونسية 13 مرة، واحنا مازلنا حتى البطوله ما بداتش باش يعمل حوار وينطلق عاد باش يتكشف تو، باش الناس تولي تتفرج فيه. في باله تونس لعبه، في باله تونس في امريكا تو ساهله، معناها كي يدخل يفي ديما اللعب وتضحك وحكي، هما طلعوا فيه الكلامات وانا نحامي، هما يطلعوا وانا نحامي، وفي الاخر الراجل اموره طلعت مريقله، ولكن باش يولي يحكي معانا نمبورت كي، باش يولي هاوش نعمل فيديو هاوش نخرج. يهدي يهدي يهودي نحبوا رئيس الكريم تيماك تدفع مريقة ما عادش التدوينات اللي عم فيها في الفيسبوك، راهي صحيح هو ماشي بحرية الإعلام الأمريكي، أما راهي ما توتيناش في تونس يا شون بيرز، ما توتيناش في تونس. جاي باش يعمل الانترفيو، وفي الليل الوقت اللي قال باش نعمل فيه الانترفيو الفيسبوك قص عليه البث، من مارس بدينا نجنجلو الفيسبوك تقص البث المباشر، ما ثماش بث مباشر على خاطره
تعدى بعض القوانين اللي ما يلزمش تصير. للتذكير اللي منعوه من المباشر اللي هما إدارة الفيسبوك. شكون فيها إدارة الفيسبوك؟ مش فيها روزنبيرغ ولا اسمه هذاك صاحب الفيسبوك اللي هو أمريكاني، أمريكاني وما عداكش في الفيسبوك. دونك ثم قوانين عندك المال صح عليك، كما ثم قوانين تحكم في الديالوج وتحكم باش تعرف انت وقتاش تخرج الفيديو نتاعك وقتاش تحكي. القانون هذه تجاوزتك، لذلك راهو الكمال لله. نصيحة لشون بيرز من فضلك كانك تسمع فيا، سيب عليك من الإعلام وسيب عليك من الدخول في الأمور هذه متاع الإعلام، وخليك اضرب من تحت لتحت واضرب تحت الحزام ولا فوق الحزام، اضرب كما يظهر لك، أما رد بالك من الإعلام. وراهو الإعلام في تونس راهو الزلق فلق، رانا أكاك نعيشو. رد بالك هاك بديت تدخل في الطبعة، ودخول في الطبعة راهو ما يساعدش العيشة لهنا. رانا عنا عيشة سبيسيال، عيشة لوكليب. وهاك شفت كيفاه بدات الحكاية متاع كي زومبي، مش يتعداو لعلي يوسف نشوف الكونترا صحيح ولا لا، بعتالي مش يتعداو لك الروزنامة لعبوهم ولا نتحايلوا عليهم، بعتالي مش يدوروا هناك التحكيم نحيلوا 14 نقطة في العام. وبرا كي تنجم تفوت 13 نقطة من ناحية برا هز البطولة، يعني حط في بالكم 12 نقطة راهو ينجموا ينحوهمكم، 12 تعادل الدور يكونوا انتصارات وردوا هيك تعادل، وبرا أخلت على منظومة الفساد ويجعلكش تنجم روحك. باش تردوا بالكم، باش ما تمشيش في بالكم اللعبة، الحكاية ماهيش لعبة. اللي ثم قلته وفصلته. نعرف جمهور الكريم ثم شكون باش يقول لي راهي الامور قانونيه، ما هو المحامي قال، وثم شكون باش يقول لي يا خويا والله شيء يخوف. وملخص الحديث، شون بيرز عنده الفلوس في بوقت باش تعمل التدوينات، كان حصلت هذا بالرسمي وكان ما تحيلوش عليك. تتفضل اذا كان تطلع مازن بصحيحه ويحبوا 6 مليارات واحنا اوبليجي باش نخلصوا، والا يتسيبوا اللعب من طويكه، والا تخلص 6 مليارات لعبة يولوا عندك انت كيما يقول جمهور الكلوب، وما عندناش مشكلة في 6 مليارات ندفعوا نندوا على رواحنا وديما القدام. اما باش حط في بالك منه هكا وقت اللي نعملوا انتداب، ما تعمليش انتداب مع ملاعبي مفسخ الكونترا من الرجاء، عنده اعارة المازنبي جايبينه مش عارف عليه اشتم بالضبط اشتم. وللتذكير باش ما الجمهور ما يبقاش معناها خايف، مادام قال عنده فلوس هو ديجا الانتدابات اللي شريناها كلها بفلوس، دونك احنا دخلنا في المليارات، يعني ما يخلصها كان قاضي فاس، يعني كان ثم بالرسمي فلوس هانا تو نولي نخلصوا جونا باهي مع المستثمر الامريكي، كان ما ثماش وكان مش يطلع كيما سليم الرياحي نهار من نهارات، السوسيوس حضروا رواحكم، تعمل في اداره حضر المليارات. وهكا ثم كينغ سلي ايدو هذا الملاعبي هذا جاء عارض من فريق النصر الليبي بقيمه 1,200,000,000. بارا يا خويا بيع على بيع على ود بيع خويا بيع، كما يقولوا الخضارة نتاع الغلة وقت اللي تبدا العباد هابطة من المترو دزة، بيع بيع هيا بارا بيع خويا بيع كينغسلي ايدو 1,200,000,000 شنو ما عندوش فايدة كبيرة ياسر، بيع الروزنامة نتاع البطولة تو نحكيو فيها لاحقا. والسلام عليكم في فرز الصيام.